الجزء الاولاني اللي انت اتكلمت عليه مهم جدا جدا، تقنيه الفار، واحنا ما زلنا طبعا احنا كلنا سعداء بدخول تقنيه الفار ده اساسا، لكن احنا من خلال تجاربنا ومن خلال زي ما انت بتقولي اللجنه الخماسيه تكرمت وقالت ان احنا عندنا فار، لكن عندنا مشكله كبيره جدا في بروتوكول الفار. لغايه دلوقتي ما عندناش الثقافه بالنسبه للحكم وبالنسبه للعيب بالنسبه حتى للاداريين. خلينا اتكلم معاكي بكل امانه ان عندهم البروتوكول اللازم لتقنيه الفار. لما بنتكلم على حكم زي ما انت بتقولي يكسل يروح عشان يبص على ضرب الجزاء، هنا الناس هتتلخبط، طب هو ما راحش ليه؟ الفكره بتقول البروتوكول بتاع الفار بيقول ان اللي بيحكم ضربه الجزاء لو الحكم ما حسبهاش وشايفين الحكام الفار شايفين ان في لا لازم تبص عليها، لازم الكوميونيكيشن يكون واصل، لازم يقول له لا في مشكله حصلت تعالى بص عليها، وواجب على الحكم انه يروح يبص عليها. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان يا سام، بروتوكول الفار بيقول احنا بنشوف كل لعيب بيروح للحكم يقول له طب الفار، طب أيوة. الكلام دوت اصلا غلط. اي واحد لعيب يروح للحكم عشان يقول له بص على الفار ده بيستاهل كارت اصفر، ده بروتوكول. الجزء الثالث كمان بنتكلم على حتى الناس الموجوده على الدكه، مدير فني، مدير اداري، اي حد بتلاقي جري على الحكم الرابع بيقول له لا لازم تبص على الفار، كل ده غلط، كل ده بيحط الحكم تحت ضغوط كبيره جدا. كلنا يعني كلنا سبورت للحكم المصري ما فيش شك، لكن الاخطاء كتيره جدا، وانا اعتقد ان شاء الله الفتره اللي جايه ان لازم الناس تشتغل كويس على البروتوكول دوت، لازم ان شاء الله باذن الله يكون في استجابه لدعواتنا ان احنا لازم نشتغل بروفيشنال شويه وان شاء الله ما يكونش فيه اخطاء تحكيميه. وبعدين ايه فكره ان انا الغي تقنيه الفار؟ انا مش فاهمه الجزئيه. لا مستحيل هتتلغي، يعني مستحيل. انا مش فاهمه احنا ليه احنا بنرجع الى الخلف، يعني ليه بنرجع الى الخلف؟ لا هو قرار الدنيا كلها عماله تتطور من حوالينا واحنا انا ما اعتقد لا تقنيه الفار يعني في حد ذاتها مفيده جدا، ويمكن اللجنه الثلاثيه اللي جت يمكن الكابتن احمد مجاهد قال بما معناه لازم مراجعه لملف الفار بشكل كبير، لكن اعتقد الامور ماشيه في ان شاء الله البروتوكول يطبق بشكل سليم وحكامنا باذن الله تكون على قد المسؤوليه.